السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون واحد الحلوى بحشوة ديال الكاوكاو، وكنديروها بالمرشم. المقادير ديالها راها سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت كتجي رائعة في المذاق، وحتى الشكل ديالها زوين. المقادير ديال العجين، غنبداو بالعجين عاد من بعد نديرو الحشو ديال الكاوكاو. دونك غادي نديرو 125 غرام ديال الزبدة، وغادي نضيف للزبدة نص كاس ديال السكر كلاصي. غادي نخدم الزبدة والسكر كلاصي. غادي نضيف صفره ديال البيض، ومعلقه ديال لاكريم باتيسير، معلقه مملوءه ديال الكريم باتيسير. اللي ما عندوش لاكريم باتيسير يدير النشا. صافي، دابا غنبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع لنا الخليط ديالنا. بالنسبه للمقادير ديال العجينه غادي نكتبها لكم دابا غدانكم. صافي، من بعد ما لمينا العجينه بالدقيق تقريبا رفدات لي واحد 200 غرام، وعلى حسب الدقيق تجمعوه شويه بشويه حتى تجيكم هكا العجينه تكون رطبه. دابا غادي نغطيها بواحد البلاستيكه، وغادي نخليها تقريبا واحد نص ساعه ترتاح، ترتاح واحد شويه باش تجينا سهله ملي نبغيو نديرو الحشو ديال الكاوكاو. بالنسبه للعمارة ديال الكاوكاو غادي نحتاج 200 غرام ديال الكاوكاو، هذا اللي كيكون مقشر. كنحمروه في الفران، ما تحرقوش، يعني تحمر حتى كيتحمر مزيان كما شفتوا في الفيديو. وكنضيفوا له نص ديالو سكر كلاصي، يعني 200 غرام في 100 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نطحنو في المولينات حتى كيطلق الزبده ديالو، ما كنضيفولو حتى شي اضافه، لا ما زهر لا زبده لا حتى حاجه، غير كاوكاو والسكر. فوالا البنات، كما شفتوا هنا من بعد ما طحنت كاوكاو والسكر، كما شفتوا ما ضفتلو حتى شي اضافه، يعني غير هو كتبقى طحنو حتى كيطلق الزبده ديالو. كما شفتوا غنبداو دابا نكورو هاد العجين البيض، كنكوروه بحال هكذا وكنبسطوه بيدينا. كما شفتو كنبسطو هكا بيدينا، وكنجيبو واحد الكره صغيره ما تكبروهاش ديال العقده ديال الكاوكاو، وكنجمعو عليها هاد الجناب هادو كاملين، كنحاولو نسدو الجناب كاملين. صافي، وكنكوروها بحال هكذا. كما شفتو كنجيب هاد المرشم هذا على هاد الشكل هذا، ولا لي عندكم اي مرشم، راه كاينين بزاف الاشكال. صافي، وكنطبعو الحلوه ديالنا بهاد الشكل هذا، كنطبعوها كنطبعوها بهذا الشكل هذا. الا عندكم الطابع كيلصق ديروا غير شي شويه ديال الدقيق، وعاد ديك الساعه طبعوا الحلوه ديالكم. الا ما كيلصق لكمش ما كاينلاش ديروا الدقيق. دونك صافي، كطبعوها بهذا الطابع وكديروها فواحد اللاطه، ماشي ضروري عاود بابيو، لان فيها غير الزبده ما كتلصقش. غنطيبوها على 180 درجه ونرجع معكم باش نشكلوها في التالي. فوالا البنات، من بعد ما طابت الحلوه ديالنا، دابا كنعمر هذوك الحفيرات، كنعمرهم بالشكلاط الكحل وندير في وسط منهم عقيقه. فوالا البنات، الحلوه ديالنا كما شفتوا زوقتها بداك شويه ديال الشكلاط، غير نقيطه نقيطه، وكندير داك العقيقه في الوسط. يمكن لكم تزينوا بالكراميل، ولا باش ما بغيتوا ولا تخليوها حتى هكا على شكل ورده، كتجي زوينه. وكاوكاو كما شفتوا من الداخل راه كتجي هشيشه بزاف. انا غنفرق لكم باش تشوفوا يعني الهشاشه ديالها كيفاش كتجي. هانتوما شفتوا رطبه بزاف وهشيشه ولذيذه بزاف، غادي تعجبكم، اكيد غادي تعجبكم، لان انا اللي جربتها وليت كنديرها بزاف كتعجبني، وحتى داك المذاق الكاوكاو كيعطيها واحد البنة. كنتمنى ان شاء الله هاد الحلوه تعجبكم، وكنشكر البنات كاملين اللي كيشجعوني واللي مشتركات في القناه، وحتى اللي عاد كيشوفوا الفيديو اول مره، حتى هما كنشكركم. وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، نشوفكم فيديو جديد. بسلام عليكم.